طرق العناية بالبشرة كتير جدا ومختلفة على حسب بقى حاجات كتير، تركيزها، مكوناتها، وكمان بتختلف على حسب اختلاف نوع بشرتنا. ممكن نجرب حاجة وما تناسبناش او ما تناسبش يعني بشرتنا، والعكس كمان ممكن تكون صاحبتي جربتها وتكون مناسبة جدا معاها، وانا اجي استعمل لنفس المنتج والاقيه مش شغال معايا كويس. النهاردة بقى معانا نقدر نقول منتج بيعتبروه اختراع، اختراع عظيم في النضارة وفي التفتيح، وغريبة ان هو مناسب لكل انواع البشرة ومفعوله سريع جدا. هو بينكي. بينكي دايما بتبهرنا، عملوا لنا سيرم للنضارة وكمان لتفتيح وجمال البشرة. برحب بضيفتي النهاردة دكتور ناردين نشأت، دكتورة صيدلانية، وبرحب بحضرتك معانا في ست الستات. أهلا بحضرتك. الأول كده كلميني عن سيرم بينكي. ايه سيرم بينكي؟ ايه المكونات بتاعته الفعالة اللي احنا بنقول انها بتعمل مفعول سريع للبشرة؟ احنا كلنا عارفين بينكي كريم وكلمنا عنه قبل كده كتير، صح، لكن النهارده بقى هنتكلم عن حاجه جديده اللي هي السيرم، وده تكنيك جديد في كل عالم الكوزموتكس، علشان هو يعني هم اخترعوه علشان يبقى حاجه اخف على البشره، تقدر توصل لطبقات اعمق في البشره بتركيزات كمان اعلى. فدي هي الفكره الاساسيه في السيرم او الاختلاف بين السيرم والكريم. لو بنتكلم عن سيرم بينكي وايه هي مكوناته وليه هو طفره وليه هو بيعمل كل الفوائد دي للبشره، عشان هو في اربع مكونات اساسيه. اول حاجه الهيالورونيك اسيد، فيتامين سي، فيتامين اي، وكمان كولاجين بحري. احنا ممكن نستخدم برودكت واحد بس فيه هيالورونيك اسيد، واحد تاني فيه فيتامين سي زي ما حضرتك بتقولي، فلاقي نفسي عندي روتيني فيه خمس ست منتجات مش عارفه احط ايه قبل ايه عشان استفيد منه. بينك سيرم حل كل ده وحط لي اهم اربع مكونات ممكن تكون البشره محتاجاهم في السيرم ده. لو بنتكلم عن هيالورونيك اسيد او ايه فوائده للبشره، هيالورونيك اسيد بيعمل ترطيب عميق جدا للبشره، وهي ماده طبيعيه على فكره موجوده اصلا في بشرتنا، بتجمع حواليها جزيئات الميه، فبالتالي يعمل ترطيب عميق للبشره، يملى لو عندي خطوط تعبيريه، لو عندي تجاعيد حتى لو بسبب السن، مع المواظبه بتقل بنسبه تقريبا ممكن توصل ل 40% من غير حقن ومن غير ملجأ لاي حاجات صعبه او متطرفه شويه. ده غير ان هو كمان بيدي للبشره نضاره ونعومه وترطيب عميق، زي ما بنقول مش بعد ساعه ولا ساعتين الاقي بشرتي جفت تاني. ده بالنسبه للهيالورونيك اسيد. لو بنتكلم على فيتامين سي، فكلنا عارفين اهميه فيتامين سي كانتي اوكسيدنت طبعا للبشره او مضاد للاكسده. ده في كل حاجه فيتامين سي بالظبط، هو مهم جدا لصحتنا الداخليه، ومهم جدا ان احنا نستخدمه بشكل موضعي على بشرتنا عشان تواجه كل عوامل الاكسده اللي احنا بنقابلها بشكل يومي، اشعه الشمس، التلوث، التدخين سواء كان سلبي او ايجابي، كل الحاجات دي بتاذي بشرتي. ودايما بلاقي بنات بتقول انا بشرتي بتاكسد اول ما بتعرض للشمس، او انا بشرتي ما فيهاش نضاره ما فيهاش لمعه. فيتامين سي بحته كده بالظبط، هو المكون الاساسي المهم تحطيه في روتينك عشان تتفادي كل المشاكل دي. كمان هو دايره، يعني هو مكون مهم جدا في دايره انتاج الكولاجين، يعني يحفز بشرتي انها تنتج الكولاجين اللي هو بيشد البشره، بيمنع ترهل البشره والتجاعيد والمسام. ده غير ان هو اصلا كمان سيرم بينكي فيه كولاجين بحري، يعني هو بيحفز البشره على انتاج الكولاجين، وهو بيمد البشره كمان بالكولاجين اللي بيفيد كل انواع البشره مش نوع معين، لان كلنا مع تقدم العمر بعد تقريبا نص العشرينات كده معدل الكولاجين بيبتدي يقل، فتبتدي البشره تترهل، فتبتدي التجاعيد تبان والمسام تظهر، لكن الكولاجين بقى لما نحفز على انتاجه ونمد البشره بيه يخلي البشره طول الوقت مشدوده ما فيهاش الخطوط التعبيريه والتجاعيد دي. في كده جزئيه اللي هي الخاصه بالتفتيح يا ناردين، عايز اعرف ايه المكون اللي يعني من المكونات اللي اتكلمنا عليهم وموجود في سيرم بينكي بيساعد على توحيد وتفتيح كمان لون البشره. فيتامين سي هو المسؤول عن انه يقلل البقع البنيه ويعمل على توحيد لون البشره. حتى النمش؟ حتى النمش. أوكي. هو فيتامين سي مش برودكت تفتيح بشكل صريح، لكن هو بيساعد على توحيد لون البشره ويديها الجلو اللي احنا بنتكلم عنه. أوكي. يعني لو عندي بقع مش عميقه، يعني مش كلف بقى وحاجات صعبه قوي، هتلاقي ان فيتامين سي وحد لك لون البشره تماما. التوحيد لون البشره ده اقدر ابقى يعني قاعده في الشمس وفي نفس الوقت حاطه سيرم، يعني هل في اي حاجه تضر بشرتي لو انا حاطه السيرم وتعرضت لاشعه الشمس؟ انا عارفه ان ناس كتير بتقلق من فيتامين سي والشمس. اه بالظبط، يعني اول ما ظهر دايما حطوا فيتامين سي او الحاجات اللي قبل ما تناموا علشان ما تاثرش. هو فيتامين سي في استخدامه الموضوعي ظهر قريب في الماركت، فاول ما ظهر طلعت الاشعه دي مش عارفه مصدرها ايه، لان الناس بتخاف انها تتعرض للشمس بفيتامين سي وان هو هيسمرنا. بالعكس، ده هو
اصلا معمول عشان يواجه عوامل الاكسده اللي هي بنقابلها يعني لما بنطلع من البيت. يعني اصلا المفهوم ده غلط بالظبط، بس هي الفكره ان انا احط سان بلوك بعد ما استخدم البرودكت الفي فيتامين سي. يعني مش احطه على وشي واطلع في الشمس وبعدين اتضايق ان هو عمل لي مشاكل، انا لازم احمي نفسي من الشمس قبل ما اخرج. لكن فيتامين سي بيحميني من الاثار اشعه الشمس او اي عوامل مؤكسده هتسيبها في بشرتي مع الوقت، مش فكره الاسمرار او الحمايه من الشمس. هو مش سان بلوك ولا حتى سان سكرين، هو بس علشان الاثار بتاعه الاكسده اللي بتظهر على الوش بعد كده. بالظبط، فمهم بعده نحط المرطب بتاعنا وبعده نحط السان بلوك. طيب ناردين، هل في اي بروتوكول استخدم بيه السيرم بطريقه معينه؟ يعني مثلا بيبقى عندنا كريمات اللي هي النهار، يقول لك داي كريم، نايت كريم، حاجات زي كده، هل ده برضو له وقت معين السيرم؟ السيرم بنستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل على وش نظيف بعد ما نغسل بشرتنا بالغسول بتاعنا. بس مهم ان البشره تبقى منديه قبل ما نحط السيرم على الوش عشان هيالورونيك اسيد يعرف يمتص جزيئات الميه زي ما احنا كنا بنقول. فلازم البشره تبقى منديه، ممكن نرش كده ببخاخه ميه ورد على الوش وبعدين نحط السيرم. ومهم ايدينا كمان تبقى نظيفه واحنا بنحط السيرم، ويا ريت لو رشينا عليها كحول عشان ايد ممكن تنقل تلوثات كتير طبعًا للبشره. طبعا. وكمان ما نحطش بالدروبر دايركت على الوش، بنحط نقطه في ايدينا وبنفردها على القطاره دي اللي بنشوفها في الاعلانات. دي لا ده غلط، لان احنا بنلوثها هي نفسها وبترجع تلوث كل السائل اللي في العبوه. فاحنا بنحطه على ايدينا وبعدين بنفرده على الرقبه وعلى الوش، نقطة بسيطة جدا هتلاقيها غطت معاكي كل الوش والرقبة، مش هنحتاج نستخدم منه كمية كبيرة ولا حاجة. وبعده بقى بنحط المرطب بتاعنا وبعدين السان بلوك لو هننزل الصبح. لكن هل ده يخليني مثلا انا متعودة كريم نهار معين، كريم ليل معين، اذا انا بستعمل السيرم هل ابطل الكريمات بتاعتي ولا ادخله في البروتوكول اللي انا متبعاه كل يوم؟ ادخله في الروتين بتاعي ما فيهوش اي مشكله، وبعده المرطب، بس المهم يبقى المرطب ما فيهوش ماده الريتينول عشان الريتينول ما ينفعش مع فيتامين سي. قليلنا بقى كده صح. فهي يعني لو انا بستخدم كريم مرطب عادي مثلا بينكي كريم مفيش اي مشكله فيه، بالعكس لو استخدمت بينكي كريم بعد بينكي سيرم هيديني احسن نتائج ممكن اوصل لها. اوكي، لو بستخدم برودكت يعني كل المواد بتاعته طبيعيه، او خاصه اتاكد ان مفيهوش ماده الريتينول. الريتينول مش هيمشي مع الفيتامين سي. لا ده يتحط مثلا الصبح، ده يتحط بالليل، مش ورا بعض، مش ورا بعض، روتين ثابت. طيب ايه الكولاجين البحري؟ يعني هو كولاجين عادي زي بشرتنا بتنتجه، ايه مميزاته؟ مميزات الكولاجين زي ما احنا بنقول مع السن كده كده الكولاجين هيقل غصب عننا مهما عملنا. من اول منتصف العشرينات او اوائل الثلاثينات بنبتدي نلاقي الكولاجين بيقل في البشره، بيتكسر، ما بيبقاش زي الاول. بالظبط، فده بيخلي البشره، يعني الكولاجين هو المسؤول عن مرونه البشره، يخليها تروح وترجع معايا لما بضحك، لما اعمل اي تعبير، ما يفضلش الخط الغائر ده باين في وشي. فسيروم بينكي فيه كولاجين، هو بيديني كولاجين بشكل مباشر، وفي مواد بتحفز على انتاج الكولاجين عشان بشرتي ما تكسلش وتعجز وتبطل تنتج او تتعود انها بتاخد من مصدر خارجي. هو فيه بيبتايدز واحماض امينيه وفيتامين سي، الثلاثه دول بيحفزوا على انتاج الكولاجين بشكل طبيعي. فيخلي البشره بتنتج بنفسها وكمان بيوفر لها مصدر خارجي للكولاجين. واحسن صوره لامتصاص الكولاجين في البرودكتس او في المركبات او في المنتجات هو السيروم، عشان يبقى حجم الجزيء مناسب ان البشره تقدر تمتصه. ده هيبقى افضل من الكريم كمان؟ افضل يعني من الكريم اللي بالكولاجين. لو كريمي نفس المكونات دي احط سيرم احسن من الكريم؟ السيرم بيبقى بيمتص بشكل اعمق، فبيوصل لطبقات اعمق في البشره. اوكي، فيديني ريزلتس احسن، عشان كده هو بنقول عليه بيبقى مركز او كونسنتريتد، بحيث ان هو بيحل مشكله معينه في ماده معينه علشان مشكله معينه بتركيز معين، مش زي الكريم اللي ممكن استخدمه بس لمجرد الترطيب. صحيح. طيب دلوقتي عندنا في اصحاب بشره دهنيه واصحاب بشره جافه. طبعا اللي هم اللاكي دول اللي هم النورمال العاديين يعني. طب هل في اي تعارض مع البشره الدهنيه؟ لان اصحاب البشره الدهنيه بيبقوا قلقانين جدا ان يحصل اوت بريك للحبوب بتاعتهم، عاده بيبقى عندهم حب شباب. فهل في اي حاجه ضد استخدام السيرم ولا ما ياثرش على بشرتي الدهنيه؟ لا هو مناسب لكل انواع البشره، امتصاصه خفيف. انا عارفه ان اصحاب البشره الدهنيه كمان بيقلقوا من الحاجات اللي بتبقى قوامها تقيل. صح. او اللي هتدي مظهر للبشره مبينه. لان هم مش ناقصين اصلا خصوصا في الصيف. صحيح. لكن هو قوامه خفيف قوي وبيمتص بسرعه جدا ومناسب لكل انواع البشره، ما يقلقوش منه في اي حاجه.
طيب اصحاب البشره الجافه هل ده يخليهم يعني بشرتهم تبقى اطرى، يبقى فيها ترطيب اعلى ايوه طبعا زي من ما بنقول العادي؟ الهيالورونيك اسيد بيعمل ترطيب عميق. كمان في فيتامين اي ما اتكلمتش عنه مع حضرتك، نسيت اقول لك على ان هو من ضمن المكونات بتاعته. فيتامين اي ده مرطب قوي جدا جدا للبشره، خصوصا طبعا البشره الجافه اللي احيانا بيظهر على وشهم زي قشور كده، تبقى البشره مقشره من كتر الجفاف. فيتامين اي بيعالج تماما المشكله دي، ده غير ان هو كمان لو في عندي اثار جروح او اي ندبات في الوش بيسرع عمليه الشفاء بتاعها، يعني بيسرع الهيلينج بروسيس او عمليه الشفاء، فهو مفيد جدا جدا لاصحاب البشره الجافه بالذات. طيب عايزين نعمل بقى ترتيب، استعمل السيرم وهستعمل الكريم وهستعمل سان بلوك لو انا نازله واحنا خلاص فصل الصيف نازله في الشمس رايحه على البيتش، عايزه اعرف وضعه ايه بقى يعني ترتيب الاستعمال. اول حاجه طبعا بنغسل بشرتنا عشان البشره تبقى نظيفه عشان تقدر تستفيد بالمنتج باقصى استفاده. بعدين بنحطه على البشره وهي منديه، بنحط السيرم بتاعنا وبنستنى دقيقه دقيقتين لغايه لما السيرم يمتص على طبعا الوش والرقبه، وبعدين بنحط كريم بينكي مرطب وبنستنى برضو 5 دقائق، وبعدين اخر خطوه هي الصن بلوك بتاعنا. هل اقدر احطه تحت الميك اب ولا ممكن ده يعني يخلي الميك اب عارفه يلمع بسرعه، الخطوط تطلع في المكياج في الفوندتان في الباودر في الحاجات دي، هل اقدر استعمل السيرم قبل الميك اب؟ جدا قبل الميك اب، لان هو بيرطب البشره جدا، فبعد شويه الفاونديشن ممكن يعمل خطوط زي ما حضرتك بتقولي في ايه عند بالذات عند مكان ما بنضحك او تحت عينينا. لكن لو بشرتي مترطبه كويس قبل ما احط الفاونديشن وقبل ما احط ميك اب مش هلاقي المشكله دي. فبالعكس هو خطوه مهمه قبل الميك اب، وكمان نحطه بعده كمان مرطب عشان نزود ترطيب البشره. وبعدين احنا لو بناخد بالنا من بشرتنا وبنهتم بالروتين وماشيين على الخطوات، هنلاقي نفسنا مش محتاجين نحط كميه الميك اب. يعني ممكن ننزل الصبح بس حاطين رتوش بسيطه، مش لازم بقى فاونديشن. عايزين نوصل لده، نوصل ان احنا حابين شكلنا الطبيعي ونقدر ننزل بيه خصوصا الصبح. يعني لو انا بشتغل والبشره شدت وبقى لونها متوحد اكتر اكيد هيبقى الاحتياج للمكياج اقل. بالظبط، فده هدف لطيف جدا ان احنا نوصله ونلتزم بيه. واهم حاجه الاستمراريه، ابتدي اشوف نتائج من سيروم بينكي تقريبا بعد 3 اسابيع، فمش فتره طويله اللي هي تخليني ازهق او افقد يعني. لكن اكيد بيبقى في فايده بشوفها في المرايه اون ذا سبوت على طول، يعني في فايده مباشره ووقتي زي ما بنقول، وفايده بقى ثابته يعني طويله الامد. ايه اللي اشوفه في المرايه اللي اتوقع ان انا اشوفه بعد الاستخدام على طول؟ بعد الاستخدام على طول هتلاقي بشرتك ناعمه جدا، نضره جدا، مترطبه زي ما بنقول هيالورونيك اسيد مش بيعمل ترطيب سطحي اللي هو بعد ساعه يروح. لا، هلاقي بشرتي مترطبه مش محتاجه كل شويه افضل احط كريم مرطب. دي الحاجه اللي هلاقيها اول ما هحطه. بعد اسبوع هبتدي الاقي البقعه ابتدت تفتح شويه، فكره الامتلاء اللي بنتكلم عنها دي هتبتدي تظهر، الخطوط تبتدي تختفي شويه. بعد بقى المواظبه اللي هي ال3 اسابيع كحد ادنى هبتدي بقى الاقي كل النتائج اللي احنا بنتكلم عنها. تحت عيني، حوالين الفم، رقبتي، اماكن كله اوكي. مفيش مشكله. بشكر مع حضراتكم ضيفتي دكتور ناردين نشأت، الدكتوره الصيدلانيه، وبينكي سيرم يعني احنا بنجربه، وان شاء الله باذن الله كل مره نتقابل نقول فوائد اكتر ونقول ازاي نستعمله وازاي اننا نحصل عليه. قبل ما اختم يعني نحصل عليه من الصيدليه ولا بالتليفون ولا احصل عليه ازاي؟ هو متوفر في الصيدليات وكمان على صفحه الفيسبوك والانستجرام والويب سايت بتاعه. ممكن يجي لي لغايه البيت كمان؟ ممكن دليفري برقم التليفون او على رسائل الصفحه.